نروح للخبر الثاني، هو من صحيفة أخبار 24 الإلكترونية. هيئة النقل 70% من مركبات الأجرة تسير في الشوارع بدون ركاب. ذكر رئيس هيئة النقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح رميح أن دراسة أجريت على قطاع مركبات الأجرة كشفت أن أكثر من 70% منها تسير في الشوارع دون ركاب. يعني توقع عرفنا سر من أسرار الزحمة عندنا ولا لا يا دكتور؟ نعم نعم، شوف يا أبو سلمان، هذا موضوع والله في غاية الأهمية، شوف في غاية الأهمية، وحنا ما حنا منتبهين له. أنا مبسوط أنه التقرير وطلع من جهة رسمية أنه 70%. خليني أقول لك ذكرياتي مع التكاسي. يعني يوم كنا في المدينة المنيرة وأنا طفل صغير، ما كانت التكاسي تدور، كان فيه في كل حي في مركز تكاسي تتصل عليه، وهم يعرفون غالبا الحارات بالأرقام وكذا، فيجيك التاكسي لحدك. هذا واحد. ثانيا، يعني كثافة السيارات الأجرة في, في بالذات في جدة بضم الجيم والرياض شيء مخيف. يعني أنا مرة بالشارع بس كذا رفعت شماغي يبغى عدل، وقفوا اثنين سيارات. لا 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 شوف، ويوقف ثالثا خلينا نتكلم عن مصطلح. اي بس لو كان ماسك أقصى اليسار وشافك تأشر لف ولا له علاقة بالناس. نعم، يعني هالسواقين هالتكاسي. نعم نعم، ولو نعم نعم لو سمحت لا تقاطعني، ترى العلماء ما يقاطعون. لما نخلص تفضل بمداخلاتك إذا سمحت لك، طبعا إذا ما سمحت لا تقول مداخلاتك. أسفي أسفي دبولا. بقول لك إنه يعني بالنسبة لمصطلح ليموزين، ليموزين لما تفتح أنت قاموس إكسفورد ولا أي قاموس معجم يترجم الكلمات ليموزين، سيارة فخمة، هذا أول شيء. ثانيا أنه بابها يسحب سحب. ثالثا أنه بينك وبين السواق حاجز زجاجي، يعني فيها مواصفات وتعني الفخامة والترفيه والرفاهية. عندنا حنا مع الأسف سيارات ليموزين كروسيدا أو أي سيارة من الرخيصات مهترئة، السواق آسيوي مملوء شعره بالدهن ويكاد الدهن والزيت يصل إلى المقعد الخلفية، سيارة مهترئة تماما. فأنا حتى على المصطلح في مشكلة. الآن في شركات طلعت تعرفها، أوبر وكريم وكذا، أنا أعتقد أنها تقوم بالواجب. يجب فعلا منع بسرعة. يعني إحنا الآن بلد مهدد بالتلوث، يجب منع السيارات من التجوال. إنك تبحث على الصدفة، ترى يدور يدور رزقه، هو ما عصفور هو يدور يدور رزقه، لا. يا أما أنهم يقعدون في كل حارة في منطقة معينة ويأخذون لاين طويل طابور وكل واحد يجي دوره، يا أنه يكون عن طريق الاتصال. أما شركات الليموزين هذه اللي تكونت عندنا في زمن الطفرة، الآن يجب أن توقف تماما من الدور. ترى نسبتها كبيرة، تعرف كم؟ 30% من الحوادث سببها سيارات الليموزين، 40% من الشوارع اللي فيها سيارات الليموزين. أنت كذا لما توقفهم حتوقف 40% من الزحمة. يعني أنا أتفق معك أن أثرها حتى تفضل الآن يا أستاذ. إيه أنا أتفق معك أن أثرها على موضوع الزحمة، هذا جزء. ثاني شيء، منظر يعني غير حضاري نشوف سيارات الليموزين والتكاسي الموجودة الآن. يعني لا النظافة، لا الخدمة الجيدة. والأمر الآخر، يعني مثل اليوم يمكن قرينا خبر انه ثنتين من الفتيات قفزوا من سياره الليموزين بسبب مثلا تحرش السائق حق يعني الليموزين، وبالتالي موضوع العماله حتى اللي يشتغلون في 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 سواق يعني في سيارات الليموزين والتكاسي واثرها وضررها. انا ارى انه يعني مثل هذه الكريم ولا اوبر ولا غيرها، اي سائق موثقه معلوماته، يعني حتى لو اخطا بالامكان الوصول له. لكن هالتكاسي وهاللي هالعماله اللي ماليه هالارض اتوقع يعني بالالاف المؤلفه بهذه السيارات اللي تجوب المدينه. نعم، واذا سمحت لي طال عمرك بمداخله، انا دائما طبعا في جده وبالرياض غالبا ما البس لبس سعودي، غالبا البس ترنج ولا لبس رياضه ولا كذا، المهم فرنجي. فلما اركب معي سواق ليموزين اقول له ماني بالسعودي، فهو ياخذ راحته في الكلام. اول شيء انهم متوترين لانه وراه كفيل يبغى منه كل يوم 140 او 150 ريال، فهو يلهث لهث عشان يعطيه ال 150، وما بقي من فوق ال 150 فهو مكسب له. الشيء الثاني انهم في حاله احتقان، لانه في معركه مع الحياه بشكل مخيف. لا صحيح. وغالبا واحيانا الزباين ينزلون ما يحاسبون، طبعا انا ما بري الناس السعوديين، احيانا يغلطون ايضا، ينزل يقول له دقيقه يجيب صرف ويهرب ما يحاسب. الحل هو تقنين المساله، يا أما عن طريق أوبر أو كريم أو ضبطها أو إيقافها في مناطق معينة والناس تلجأ لها. أما هو يدور يدور هذه ما
عاد فيه في العالم المتقدم انه هالسيارات. انا اتوقع واضح ان توجه هيئه النقل انها تبي تقضي على هالموضوع ان شاء الله، ونتمنى انها تسارع فيه باذن الله وما تتاخر.